طب قولي يا دكتور، حضرتك اتفرجت على مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ولا لا؟ ما اكذبش عليك مش كلها. مش طب كلها. ايه الماتش يعني اللي اتفرجت عليه مثلا؟ هل ما اتفرجت على ماتش بالميراس بطل البرازيل اللي هو لعبناه اخر مباراه، ولا ماتش بايرن ميونخ، ولا الدحيل؟ هل اتفرجت او لقطات مثلا؟ لا، هي بالميراس البرازيل انا اتفرجت عليه وكله بس تاني شوط اتشدينا شويه. يعني كنت بتتفرج مع الاسره ولا مع مين؟ مع ابني ومراته. انت عارف ان ابني واخد بنت حسن حمد ما شاء الله، فكنا قاعدين في الاسره زي ما انت قلت. كنا اسره وبنتفرج كلنا على الماتش. ففعلا تاني شوط شد يعني خوف. انا خفت. طب وضربات الجزاء؟ بصراحه ضربات الجزاء دي كانت بقى لحظات يعني لحظات صعبه جدا. صعب. يعني كانت لحظات صعبه جدا مرت علينا يعني. طب ربنا والشناوي يعني والشناوي مع الكره يعني ما شاء الله. ما شاء الله الشناوي حاجه ما شاء الله، ربنا يحميه ويحرسه يعني وان شاء الله يستمر على المستوى ده. يعني انا اتمنى من الله انه يستمر على المستوى ده. صحيح.